هاخد كده دول هنا، وتعالوا نبدأ في وصفة جديدة. ننزل مقادير، هنعمل طاجن لسان عصفور. لسان عصفور دلوقتي في منه أحجام جميلة جدا. الناس اللي بتحب بدائل الرز البسمتي ممكن تستخدم لسان عصفور مكان الرز. جربوه كده، اعملوه زي الرز الأصفر أو البرياني، هيطلع رائع إن شاء الله. نعمل لكم وصفة من دي الأسبوع اللي جاي بإذن الله، عشان أنا عارفة إنه أسعاره بقت عالية شوية، وممكن يعني نستغنى عنه ونستخدم حاجة بديلة ليه. طيب نعمل طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص، من الحاجات المحببة وبيتباع بره في كتير من المطاعم أو الأماكن اللي بتحبوا تاكلوا فيها يعني. تعالوا، عندنا نص كيلو من الكبد والقلوب أو القوانص لو بتحبوها. بس هقول لكم فكرة القوانص عشان هنسويها نص تسوية الأول. عندي كوبايتين من لسان العصفور، وعندي بصل مفروم ناعم، بصل أخضر مفروم، وجزر مفروم، وكرفس، وفلفل حار، وعصير طماطم، معلقتين صلصة، طبعا ملح وفلفل. عايز ينكه بيه شوية بهارات حلوة بقى، نحط بقى شوية بهارات جميلة، ورق لورا، قرفة، الحاجات الحلوة دي اللي ايه تدي تيست وطعم. انا سخنت هنا قوي علشان انا هبدأ اول حاجة هاخد كده شوية من الزيت. وعندي مستكة، هاخد فصين مستكة كده حلوين، وهبدأ انزل الاول القوانص. ليه؟ لان هي تاخد تسوية مختلفة عن الكبد، عشان بس ما ترطش عليا. اهم القوانص الاول متقطعه، الناس اللي محبه للقوانص. بصوا ايه هي دي يا ندى. بصوا القوانص الاول خلاص. انا هنا ده محطوط كان في عصير ليمون، خلينا بس ايه، انا بعد المستكه دي تشيل من الزفاره وتخلي الطعم جميل. خلينا بس نظبطها. بصوا بقى هاخد معاها رشه فلفل ورشه ملح كده، وبعدين ايه هديها بس نقطة من المرق، نقطة صغيرة تستوي فيها شوية، تاخد بس ايه غلوة كده مع المرقة دي، عشان القوانص بتاخد شوية وقت. بما اني انا حاطة قوانص مع كبد اذا التسوية هتبقى مختلفة. بصوا بقى هنا المفتقة بتفور ازاي، هو ده اللي انا بقوله لحضراتكم اهو. تعالوا بقى نقلب. بسم الله، شايفين ازاي بتفور؟ لازم حله كبيره يا جماعه واسعه عن اللي انتوا عاملين، اوعوا تعملوها على القد عشان لا قدر الله ما تفرش براها وتقع منكم. اهو شايفين ازاي، بصوا القوام يبدا يتقل شويه شويه ازاي اهو. خلاص، وهناك انا بعمل القوانص، حطيت رشه ملح، دلوقتي رشه بهارات. القوانص بنسويها الاول عشان هي بتاخد شويه تسويه بس. خلاص، وادي شايفين المفتقه هتبدا تتقل معانا اهي وتبقى جميله. خلاص، في ناس بتحبها قوامها متوسط مفيش مشكله، وناس بتحبها تقيله قوي. شايفين ازاي، خليني اخد بقى من هنا معلش رشه من البهارات، رشه قرفه بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم، بهارات الفراخ. هنتكلم بقى عن الفراخ، الكبد والحاجات الحلوه بتاعت الفراخ دي فيها فيتامينز كتيره. بصوا عايزه اقول لكم غنيه جدا بنسبه حديد، وعايزه اقول لكم الناس برضو اللي عندها انيميا بياكلوهم كبد، مش بس الكبد البقري، لا كمان كبد الفراخ فيها كمان نسبه مغنيسيوم عاليه جدا وزنك. عايزه اقول لكم بتنشط الذاكره جدا. بصوا بقى القوانص لازم شويه كده، شايفين تنزل الصوص كده وتاخد تسويه، وبعدين نبدا ننزل عليها الكبد. انا هحطها زي ما هي، مش عايزه اقطعها كتير، كبد والقلوب، علشان عايزاها تبان في الطاجن بتاعي تتاكل تبقى حلوه. هنشوح كده تشويحه حلوه. سبحان الله، الولاد او الابناء منهم انواع،
في اللي بيبقى مرتبط بعيلته جدا وبيبقى يحس بالغربه وانس انه اتجوز، يحس ايه ده انا حاسس ان انا وحيد. انا دي مساله صعبه جدا الحقيقه بتحصل لبعض الناس، يمكن حصلت لي انا منهم. صلت بعيلتي كلها جت في نفس اليوم وعيله جوزي كمان كلهم يجوا يقعدوا معانا، احساس غريب جدا. فبيبقى في المرحله الاولى دي المساله بتبقى طبيعيه، مش عايزاكم تقلقوا، مش عايزاكم تبقوا خايفين، بس بعد كده الدنيا بتبقى جميله. فده شيء طبيعي طبعا، الاهل واجبهم انهم يدعموا. تعالوا ناخد مدام منال، اهلا وسهلا. صباح الفل، انت جميله والله. الله يسعدك يا حبيبتي، جميله بمعلوماتك يا حبيبتي، كلامك الحلو اللي على الصبح دوت. الله يسعد قلبك يا مدام منال، خلينا كده نخلي العائلات كلها كده تتلم حوالين بعضيها بكلام يا حبيبتي. الله يسعد قلوبكم، دايما متجمعين في الخير يا رب دايما. كل سنه وانت طيبه حبيبتي ونفس الايام الجميله دي. الله يسعد قلبك وحضرتك بالصحه والسلامه والسعاده. تسلم ايدك على المفتقه، تحفه شيف عظيم. الله يسعدك، الله يسعدك. عايزه بقى يا سلام، احنا قلنا بس العنوان والله، وانا ابعت الراجل لحد عندك. بس هي سهله فعلا قوي، بس كده هتكثر في السكريات قوي. بصي، هي طبعا متاخده للناس يعني تدي طاقه معلقه واحده، احنا مش عايزين غير معلقه واحده. وهي حلوه للاطفال كده، وحلوه للاطفال وحلوه للرياضيين تديهم طاقه باور، وحلوه للبنات اللي عايزه تتخن. حبيبه قلبي، ما احنا عايزين نساعد برضه يا مدام منال. لا تسلم ايدك فعلا والله بجد يعني. الله يخليك يا حبيبه قلبي، الله يسعدك. صباحك رضا من رب العالمين يا رب. تسلمي لي حبيبتي، نورتينا وشرفتينا مدام منال. بصوا بقى، نقلب تقليبه حلوه، انا حطيت البصل، فلفل، هنزود تاني على الكبد، مش عايزاها تتهري، بس انا هحط عليها شويه بصل اخضر. بقى البصل الاخضر كتير دلوقتي، استخدمه منه شويه، والله بيدي طعم رائع في السلطات، في الطهي ممكن وحدايه كده مع البصل الابيض تديكوا طعم جميل مميز وتاخدوا فوائده كده. الريحه بقت رائعه. هنا انا مسخنه النار، عايزه اشوح اللسان عصفور يعني احمره، وطبعا الفرن عندي سخن. خليني كده اخد شويه معلقتين زبده وشويه زيت، برضو مهم الزيت. خلاص، اللي عايز مش عايز دهون يحمصه في الفرن، يعني ممكن قوي في الفرن نحمص اللسان عصفور كده ونقلبه كل شويه على صاج، يطلع رائع مفيش مشكله خالص. حاضر حاضر، شفتوا، انا شفتها على طول، تقلقوش حبايبي، شكرا ليكم. نقلب تاني المفتقه القمر دي، بصوا شايفين، انا هبدا هنا في المرحله دي هضيف السمغ العربي، معلقه واحده صغيره، معلقه واحده، معلقه واحده صغيره، فقط لا غير. انا عارفه ان مدام سميره هتحب موضوع اضافه السمغ العربي في المفتقه دي، عشان هي من الناس اللي بتقدر السمغ العربي وفوائده جدا، كانت بتطلب مننا حاجات كتير وصفات بيه. هاخد رشه فلفل بقى على الكبد الحلوه دي ورشه ملح، مش هكتر لاني هضيف مرق. بصوا، هاخد شويه كميه حلوه كده من اللسان عصفور، هنحمصه هنا ونقلب. بسم الله، معلقتين هنخلي عصير الطماطم، احنا دايما لازم نصفي الطماطم علشان حافظوا على المستكه بقى، لو باقي شويه شيلوهم لانها بقت غاليه جدا، بس المستكه مهمه ضروريه وليها فوائد كتير. هرفع الكبد دي من هنا، خلاص هسيبها بقى ترتاح عشان مش عايزاها تتهري، وهبدا اقلب هنا. ممكن نضيف شويه زيت كمان صغننين، ممكن انقل ده هنا احسن، ممكن تسمحوا لي انقل اللسان عصفور الناحيه دي بعد اذنكم.
تسلمون يا رب. بصوا ننقل لسان عصفور ممكن الناحية التانية، على العين التانية هنا. يلا هنسيب ده بقى خلاص، نطفي دي. اوكي ويلا بينا. بسم الله نحمصه تحميصة حلوة. معانا مدام سميرة. يا أهلا وسهلا. يا أهلا بيك يا حبيبتي مدام سميرة. صباح الفل يا روح قلبي. عاملة إيه يا حبيبتي؟ تسلم إيدك على المفتقة، بس نفسي تحطها لي معلش على الساسة تاني. عيني حالا يا مدام سميرة. تقولي لي عليها معلش عشان فتحت متأخر. يا روحي عنينا ليك يا مدام سميرة. تسلم عينك يا حبيبتي. أنا عملتها بالصمغة عشان عارفة إن أنتي بتقدري الصمغة العربي. أنا عندي فعلا صمغة. أنا عندي المقادير هتنزل حالا دلوقتي. انا بقول لك انا عندي اطحنه يعني ولا ايه؟ انا طحنته حالا، لسه طحنه. هناخد معلقه واحده صغيره بس. طيب خلاص بس كده، حته صغنونه كده نطحنها. وهي المقادير قدام حضرتك، يا ريت تصوريها. طيب يا حبيبتي هصورها، بس عايزه بس اعمل تهنئه معلش لمؤتمر حبيبتي. طبعا اتفضلي يا حبيبتي. اقول لها الف مبروك و الله يبارك فيكي. عقبال كده يعني تفرح باحفاده ان شاء باحفادها ان شاء الله. امين يا رب. امين. عقبال ولادك يا حبيبتي. حبيبتي في حياتك مدام سميره، تسلميلي. وكل سنه وانتي طيبه. وحضرتك بالف صحه وسلامه في حفظ الله. كل سنه وانتم طيبين كلكم يا مدام سميره، كل اخواتنا المسيحيين. كل سنه وحضرتك طيبه. يا ريت تصوري المقادير نزلت اهي. انا حمصت كل الحاجات في الاول يا مدام سميره، التحميص مع كل الحاجات الجافه مع شويه من الزيت لحد ما طلعت ريحتها واتحمصت، وبعدين اضفت طبعا السوداني، اضفت السمسم، بس انا ضفت برضو من عندي هنا شويه من حبه البركه، حطيت معلقه كبيره حبه بركه عشان ناخد فايدتها برضو، تدي طعم حلو. في بعض الانواع او بعض الشركات بتعمل المفتقه دي وبتنزل معاها حبه البركه، زي ما بنشوف في انواع العسل الابيض اللي بالمكسرات اللي بيبقى ليه انواع، ناخد فايدته برضو بما انها من الحاجات المفيده. النهارده انا جبت يا مدام سميره الحبه الخضراء، الحبه الخضراء اهي، عشان تدي لون مع الزيت الحلو اللي الايه للمفتقه على وش البرطمان بتاعه زمان. بصوا بحمص كده لسان عصفور وايه بشكل جميل. انا هعمله بطريقه لطيفه جدا، هو ما بياخدش وقت في التسويه، بس لازم اضيف له شويه مرق واسيبه يتشرب حلو كده. في ناس على فكره بتحب تعمل لسان عصفور ده ابيض، يعني ما بتحبش تحمره. لما بيعملوه مثلا سايب اللحمه المفرومه ويحطوا على وشه موتزاريلا بيبقى لطيف برده، بيعملوه على الساق كده. وايه شايفين يعني ايه يا حبايبي؟ لا احنا هنعمل لها دلوقتي الحبوب بتاعتها، بس لما نقفل الطاجن على النار بتشد. وبيسالوني بتشد وتتقل وهي على النار، ولما بتبرد بتتقل اكتر. ماشي عشان تبقوا انتوا عارفين. احنا نوصل دلوقتي لسمكه معينه، عشان لو سبتها اكتر من كده ووصلت لسمكه تقيله زي ما انا عايزاها في البرطمان هتبقى مش هتعرفوا تطلعوها منه. خلاص ده عسل، عسل اسود يعني ممكن يتحول ل قطعه جامده ماسكه. خلاص فاحنا بصوا، والصمغ طبعا بنضيفه في الاخر عشان نديها وقتها ويديني القوام الحقيقي بتاعها، فالصمغ لما اضيفه يكمل القوام اللي انا محتاجاه. بصوا بقى ادي لسان عصفور اهو كده، وهنبدا نجهز بقى طاجن عندنا. رايح حلوه. بصوا كده، مين ليش لسان عصفور؟ انا بحبه جدا وبحب الطويل، في منه انواع صغيره وفي منه انواع طويل كده. الطويل ده بقى هو ده اللي ممكن نعمله طواجن حبه كبيره منها، وممكن نعمله بديل للرز البسمتي. لو انا عايزه اعمل شويه رز بالكاري او بالكركم او بديل البرياني هحط لسان عصفور هيطلع تحفه. هعمله كده نشوف القوام بقى. شويه باقي لها شويه، انا عليت عشان الدنيا تظبط سنه يعني سنه عشان تنجز معايا. بصوا هنا اهو
النار والمحتويات اللي حطيناها، كوبايه الدقيق ومعلقه الصمغ العربي، فاهمين قصدي؟ وطبعا قوام العسل طبيعي، احنا لو جبنا عسل ابيض وقعدنا نقلبه 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 هيوصل لقوام معين هيتقل، لو انا حطيته في ميه ساقعه زي ما كنا بنعمل حلويات المولد هتلاقوه بدا يدي قوام، الاول الكره اللينه وبعدين يوصل للكره اللي بتتكسر وهكذا، فده شيء طبيعي. فاحنا بنعتمد على الحاجتين دول اهو. بصوا بقى، هاخد بقى انا الحقيقه بقى عايزه اعمل حاجه لطيفه جدا، هضيف هنا بس ما تستغربوش، هضيف هنا شويه من المرق معلش، وهضيف شويه من عصير الطماطم وهقلبهم شويه مع بعض. انا عايزاه يبدا يتشرب علشان لما احطه في الطاجن يطلع معايا على طول في الفرن، دي تسويه سريعه خلوا بالكم. ماشي، هنبدا بقى هنا هنجمل ورقه لورا او ورقتين، شويه البهارات، لو في رشه جوزه الطيب حطوا رشه بقى من القرفه حلوه كده، هنقلب حط هنا، لازم المرق ما ينفعش احط طماطم بس علشان عشان ما بتسويش، طماطم مش هتسوي، صح الكلام؟ معانا ناس بسم الله ما شاء الله، مع ان قسم يا استاذ فضل انت فندم في كل الاقسام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى يلا، ماشي حبايبي يلا اهو، حلو قوي. بصوا بقى القوام بقى روعه، تقل اهو. انا الحقيقه ما بحبهاش تقيله قوي، يعني دي هتتقل كمان شويه عن كده هتتضاعف التقل بتاعها. تعالوا بقى نعمل الايه، الحبه الخضراء بتاعتها، وسايبين هنا اهو الكبد في جنب، ولسان عصفور بيقولوا ايه، يشكشك ياخد كده شويه يبدا ينفش سنه، وبعدين ابدا احطه في الطاجن واديله التسويه الاخيره. يلا بينا، تعالوا بقى نرفع دي شويه من على النار، وهحمر هنا، هحمر في الطاسه الجميله دي. انتوا خدتوها مني فين يا حبايبي؟ انا اتنشلت، اجيب واحده تانيه؟ اوكي طيب، ناخدهم في هنا مش مشكله، طاسه يلا بينا. حله صغنونه اهي، نونو مينيو، وتعالوا نحمر الحبه الخضراء. يا سلام، هتدينا بقى شويه خضار كده يتحطوا بقى، ما نيجي نعمل الزيت بتاع الايه، نحطه على وش المفتقه، خبر ابيض. طيب انا هجهز هنا مع حضراتكم البرطمان، خليني اقص ده، انتوا عاملين ايه ده، فن تجريدي؟ ماشي مش مشكله، حاضر، بتعلموه يعني، ده ايه بعيدا عن الباقي. طيب ماشي، هنحط هنا وهاخد كده لوش، بسم الله، بسم الله. بصوا تقلت بقت ماسكه ازاي، بصوا على اللوش بقت خلاص، شوفوا كل ما بتقعد بتتقل ازاي، عشان كده انا بقول لحضراتكم انا ما بتقلهاش خالص، لانها بتتقل ومش عايزين القوام يبقى عامل زي حاجه ماسكه في بعضها كده. تعمل ما شاء الله كميه، 3 كيلو عسل دول يعملوا كميه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليها يعني. هادوا بقى حبايبكم، والولاد تفضل موجوده عندكم، حاجه بيتي معموله في البيت بشكل جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين؟ بسم الله. أنا غرف سايبة لسان عصفور زي ما بيقولوا ياخد غلوة كده، شايفين الجمال؟ ريحة المغاد، نعم؟ ما هيبقى فيه فاضل بقى يعني كل حبايبنا اللي عايزين. بسم الله، وهعمل لكم طبق برضو تشوفوها فيه، هغرف في طبق خلاص عشان تتشاف. برطمان احنا هنشيلها فيه، بس احنا كمان
يعني بيخليها لونها اخضر. دي حاجه كده ابا عن جد، عارف الموضوع ده؟ انتوا عمالين تسالوني صح؟ بيحفظها، ما هي الحبه الخضراء دي ليها فايده في الاخر. اهي بصوا. بصوا الزيت لونه هيخضر. خليني اخد شويه كمان. الاخضر ده هينزل وهيرجع لون الحبايه ما فيهوش اخضر. هاخد انا الزيت ده وهصفيه. وده بيحافظ برضو عليها. عايزه اقول لكم الحبه الخضراء دي بتضر البول، مفيده جدا للطحال. عايزه اقول لكم الناس اللي عندها مغص وعندها حاجات كده بتبقى رائعه ليها، مفيده ليها جدا. في ناس بقى كانت زمان بتقطر بالحبه الخضراء دي في الودن، يقول لك الزيت ده بيعالج الالم بتاع الودن. بصوا هنا هقلب كده. بصوا لسان عصفور بدا ايه يقول حاجه، يعني عشان انا عايزاه ما ياخدش وقت في الفرن. شايفين ازاي؟ هغرف لكم بقى بقيه المفتقه دي في طبقه كده عشان نبقى في التمام. اهو الطبق بتاعنا القمر. بسم الله. يلا بينا. ادي برطمان وادي باقي المفتقه. لا مش هتستحمل لان هي سخنه جدا. ماشي اهو. ولسه في تاني. خلاص حاضر هشيله لكم حالا. معانا من مين؟ رودينا يا حبيبه قلبي. اهلا اهلا. ازيك يا شيف عظيمه، انا بحبك قوي. ازيك يا رودي، انا كمان بحبك قوي يا روح قلبي. كان نفسي تعملي لي الجيلي كولا. انا هعمل لك الجيلي كولا. يا نهار ابيض. طب بصي بقى اتفرجي على حلقه الاسبوع ده هتلاقي الجيلي كولا اللي انت بتحبيه هعمله لك. اتفقنا؟ وهنزل لك كمان يوم هعمل لك فيه نوتيلا عشان انا عارفه ان انت بتحبي النوتيلا. شتي طلبتيها مني؟ عجبتني المفتعة قوي اللي حضرتك عاملاها. قلبي انتي تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا عمري. انا هشيل ده. انا ميرسي ان انتي بتجربي الحاجات بتاعتي يا رودي. تسلميلي. سلمي على مامي كتير. اوكي. اوكي يا روحي، نورتيني وشرفتيني. يلا. اهو هحطه حالا. بصوا استنوا زيان. الله تسلم ايديكم والله، ميرسي ميرسي بجد ليكم. تعالوا بقى نقفل الطاجن ده ولو انه صغنن بس ماشي. يلا بينا هناخد شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى لسان عصفور بدا ايه يقول حاجه، وده سريعا يعني الناس اللي ما عندهاش وقت زي حالاتي كده. بصوا كده. بسم الله. ولسه هنضيف شويه من الصوص ما تخافوش. حاضر. عايزين تمشوا تروحوا فين يا ندى؟ هتسيبوني لوحدي يا ندى؟ شايفين الريحه تجنن. واو. هاتوا الكبدايه. طبعا حط بس بقيه اللسان عصفور اذا سمحتوا. كبد دي هرميها يعني. بسم الله. علي هياخدها. ياخدها علي. يا سلام، ده احنا علينا العلوه يعني. طيب هناخد كده حاجات بسيطة بقى، رق كده خفيف، وهنصب شوية صوص تاخد من بعض بقى مع طعم الكبد اللي اتشوحت في المستكة والجوزة الطيب والبهارات والحركات. تعالوا بقى. حاضر هقول لكم بقى ثانية واحدة. واو بصوا بقى الحبة اللي باقيين دول هعمل كده. يلا بينا نطلع بريك. هدخل ده في الفرن بس استنوا دقيقه. بصوا شايفين ازاي؟ الله
اللي عايز يحط بقى شويه شريحتين طماطم حركات من فوق براحته، حبه كبد كده باينه ماشي ممكن وما فيش مانع والله كده. يلا بينا ندخل بقى على الفرن، حراره 180، هنحطه على الشبكه في النص. بسم الله يلا حبايب، وهنسيبه 25 دقيقة تقريبا على حسب درجة حرارة الفرن. هو مصلصل خالص ولسه ستلفي، مش عايزاه يبقى معجن، أنا عايزاه يبقى مفلفل. بسم الله أهو شايفين إزاي. يلا بينا نقفل بقى ونستسمح حضراتكم في بريك بقى، نوضب المكان ونرجع مرة تانية نشوف هنعمل إيه بعد الاستراحة. في انتظار حضراتكم.